عايز يعني لو انا طلبت منك توجيه رساله لشبابنا اللي قاعدين على القهاوي ومحبطين وهم اصلا في كامل صحتهم ولياقتهم وما عندهمش قدرات خاصه زي خالد يعني. يعني انا حابب اقول حاجه، طبعا. لو بصيت على اللي حواليك هتكتئب. ابدا بنفسك، وطول ما جواك طاقه، الطاقه ما بتتحوش، الصحه ما بتتحوش، طلع اللي جواك وابدا انطلق. اعمل كل حاجه نفسك فيها، عيش حياتك، اتبسط. انت مش هتعيش مرتين، فالسعاده محدش هيديها لك. وما تقعدش تستنى وتعيط وتندم على حظك اللي مش كويس ولا الكلام ده كله. اتبسط باللي معاك، ارضى بيه، وحاول ان انت تستمتع بكل شيء انت بتعيشه، وحاول ان انت تطور من نفسك، ومش مهم النتيجة. يعني ما تستناش ايه اللي هيحصل بعد كده، اشتغل واتعب واعمل وطلع الطاقة اللي جواك، وما تستناش ايه اللي هيحصل بعد انا كده، عشان ما بشكرك، حدش يعرف الغيب. انت قدمت لنا جرعة امل الحقيقة النهاردة مرسي، وتحدي والله يا خالد، يعني احد بيسعد بيك لان انت نموذج رائع يعني، ادالنا أشكرك. احنا امل فبالك يعني ببعض الشباب والناس.